السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي قناة رائد غنم بالأطلس المتوسط، تبارك الله عليكم، تحياتي للجميع. فيديو ديال اليوم الإخوان نهضرو شوية على تربية النجا. صراحة الإخوان هذه مدة ما حطينا شي فيديو نهضرو فيه شوية، نعطيو شوية ديال النصائح ونستافدو من بعضياتنا. الإخوان يعني في هاد الأسواق الأخيرة من بعد العيد، يعني النعجة عرفت واحد الارتفاع صراحة صاروخي. المهم الإخوان، السوق تيدخلوا ليه ثلاثة ديال الناس، ثلاثة ديال الشراي تيدخلوا ليه، الكساب اللي غادي يكسب غادي يدي يسرح واحد عام عامين ست شهور ثلاث شهور، المهم الكساب. وكاين عاوتاني العلاف اللي غادي يدي يعلف يربط 4 شهور 5 شهور 3 شهور كله سيستم ديالو. وكاين الجزار، الجزار غادي يدي نيشان القرنة نيشان تسقيط، يعني اللي مشات ما غاديش تعاود ترجع. يعني الاخوان هذا سبب في النقص ديال عدد ديال الاغنام، نقص في عدد النعجة، يعني اللي تذبحات صافي نقص واحد. المهم الاخوان، هنا الكساب يعني تيدخل السوق، السوق الخروف غالي، اش يدير ما يدير تيرجع النعجة. النعجة عليها اقبال وكاين شويه ديال النقص. هنا الاخوان يعني الثمن ديال النعجة تيرتفع، خصوصا في حاجة مليحة الثمن تيطلع. والكساب الاخوان يعني هادشي كامل دايرو على حساب اكتوبر، يعني ان شاء الله موجود اكتوبر، الا جاب الله اكتوبر خير موجود، الشتا موجوده راه ما يخص خير. والحمد لله الاخوان، يعني حنا الصراحه كاملين تنطلبوا من الله يجيب الله شي اكتوبر يكون مزيان، يجيب الله الخير ونطلبوا من الله التيسير، واللي توكل يتوكل على الله. يعني صراحه النعجه زعما الا قابلتيها مزيان وتهليتي وعندك المرعى موجود والتيساع موجود راه ما يكون غير الخير ان شاء الله. اللهم يسر، وتحياتي للجميع. وان شاء الله الاخوان في فيديو ان شاء الله اخر نهضروا شويه على التسمين، وديك الساعه ان شاء الله يبقى الاراء ديالكم. كاين شي اضافه الاخوان خليوها لنا في التعليق، كاين شي موضوع نهضروا عليه خليوه لنا في التعليق.